عذرا لعل الصوت لم يكن مفتوحا فأبتدئ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلنا في شرح مفتاح الوصول للتلمساني رحمه الله إلى قوله: القول في الجهة التفصيلية. يقسم أهل الحديث البحث في الإسناد إلى بحثين، إلى بحث في عدد الناقلين وإلى بحث في صفة الناقلين. والبحث في عدد الناقلين يقسمونه إلى قسمين: إلى بحث في عدد الناقلين في كل طبقة، وإلى بحث في عدد الطبقات. فالبحث عن عدد الناقلين في كل طبقة ينقسم به الخبر إلى متواتر وآحاد، فإن كان في كل طبقة رواه عدد غير محصور فهذا المتواتر، وإن كان رواه عدد محصور على تفاوت درجاتهم فهو الآحاد، وذلك ولو حصل في طبقة واحدة يكون الخبر آحاديا. وباعتبار عدد الطبقات ينقسم الحديث إلى عال ونازل، وذلك ما لا يبحثه أهل الأصول وإنما يبحثه أهل الحديث. أما من جهة صفة الناقلين فيبحثون في ذلك، فيقسمون الحديث به إلى ثلاثة أقسام: إلى صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما كان الناقلون فيه عدولا وكانوا أهل ضبط، وكان الإسناد متصلا وليس معللا ولا شاذا، فإذا تكاملت فيه هذه الشروط كان مقبولا. والمقبول هو الذي يصلح للاحتجاج، وإن اختل شرط من هذه الشروط كان ضعيفا فيكون مردودا حينئذ ولا يقبل في الاحتجاج. قال: أعلم أن من شرط السند أن يكون مقبول الرواة. فالسند يشترط له هنا شرطان لدى أهل الأصول: الشرط الأول أن يكون مقبول الرواة، أي أن يكون جميع رواته في كل طبقة من المقبولين، أي من أهل العدالة والضبط الذين يمكن الاستناد إليهم والاعتماد عليهم في الرواية، وهم المزكون على اختلاف درجات التزكية. فالتعديل له درجات كثيرة، فأعلاها الثقات وهم درجات أيضا، أعلى التوثيق أن يقال أوثق الناس، أو أن يقال ثقة ثبت، أو ثقة ثقة ثقة. ودون ذلك الدرجة الثانية التي دون الثقات هي المقبولون. فإذا كان الإنسان لديه خفة في الضبط أو نقص فيه، أو حصل منه غلط لم يصل إلى إلغائه ورده، فهذا يسمى صدوقا وهو مقبول. فإما الثقات وإما أهل الصدق ممن دون الثقات، وكل مقبول، كل يدخل في نطاق القبول أن يكون مقبول الرواة. والشرط الثاني أن يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى منتهاه، إلى منتهى الخبر. فلا بد أن يكون الإسناد متصلا، واتصال الإسناد يتحقق بأمرين: الأمر الأول ثبوت اللقاء، كما يشترط البخاري، والبخاري من شرطه ثبوت اللقي، معناه أن يثبت أن كل واحد من هؤلاء الرواة التقى بمن روى عنه. والدرجة الثانية هي إمكان اللقي، وهي المعاصرة، وأن يجمعهما مكان واحد في وقت واحد، وهذا شرط مسلم، ولا يشترط ثبوت اللقي من غيره، لأنه هو عدل ثقة وأخبر أنه سمع فلانا يقول كذا، أو أن فلانا حدثه بكذا، فيعتمد على قوله في ذلك، ولا يشترط لذلك ثبوت اللقي عن طريق غيره، هذا هو شرط مسلم. أن يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف ذلك يشمل ما كان منقطعا، وهو ما سقط منه شخص أو أكثر، وإن سقط منه شخصان بالتوالي فإنه يسمى معضلا،
وإن سقط منه أول الإسناد مما يليك فهذا يسمى معلقا، وإن سقط منه آخر الإسناد أي الصحابي مثلا فهذا يسمى مرسلا. قال: فهذان شرطان. الشرط الأول في قبول الرواة، يعلم أن الراوي لا بد أن يكون عدلا ضابطا، فهذان شرطان لقبول الرواة أن يكون عدلا. والعدالة صفة يتفاوت فيها أهلها، ولكنها تحصل بالإيمان والاستقامة، فمن كان كافرا في وقت الأداء لا تقبل روايته، لكن يمكن أن يتحمل وهو كافر فيسمع الحديث في كفره ثم يسلم ثم يحدث به بعد إسلامه. وكذلك الاستقامة على الدين، فمن كان مثلا معروفا بالكذب أو الفسق بأي وجه من الوجوه من غير تأول فإنه لا تقبل روايته. والشرط الثاني بعد العدالة هو الضبط، والمقصود به الحفظ، فلا بد أن يكون الراوي حافظا، وهذا الحفظ يحصل بالحفظ في الذهن وهو الحفظ عن ظهر قلب، وبالحفظ بالكتاب أن يكون قد كتب مرويه عمن روى عنه وحفظه وحافظ عليه من الكتاب. فلنتكلم في العدالة، هذا الشرط الأول وسنبحث فيه الآن أولا، وثانيا في الضبط، هذا الشرط الثاني نبحث فيه بعد ذلك. قال: أعلم أن القدح في عدالة الراوي إما فيما يتعلق بالحديث نفسه وإما مطلقا. فالقدح المتوجه إلى عدالة الراوي إما أن يتعلق في مرويه هذا بأن يتبين فيه غلط أو كذب أو نحو ذلك، أو أن يكون في ذاته هو فيكون هو مسخوطا مقدوحا في عدالته من غير حديث في هذا الحديث بذاته، من غير أن يتعلق ذلك بهذا الحديث نفسه، وهذا الإطلاق. فأما ما يتعلق بالحديث نفسه فمنه ما إذا أنكر الأصل رواية الفرع، وهذه مسألة خلافية لدى المحدثين ولدى الأصوليين، وهي إذا كذبه من روى عنه، حدثه عن فلان بكذا فسمع ذلك شيخه فأنكر أن يكون قد قال ذلك وكذبه. فإن كان ذلك يقينا من غير نسيان ولا شك فيكون هذا قدحا في تلك الرواية، وإن كان ذلك على وجه النسيان كما إذا حدث ونسي فحدث غيره مما سمع منه قبل نسيانه فلا حرج في ذلك، فإن كثيرا من الشيوخ يتغيرون بآخرة أي بآخر أعمارهم، فمن روى عنهم قبل التغير فإن ذلك لا يضر روايته، ولو كذبهم فإن روايتهم لا تتأثر بذلك لأنه هو الذي تغير ونسي. وكذلك من احترقت كتبه فحدث قبل الاحتراق، فالذين حدثهم قبل الاحتراق وضبطوا ما حدث به وحفظوه فإن روايتهم له مقبولة، ولو أنكره هو لأنه لم يعد بيده ما كان لم يعد به الأصل بيده الأصل الذي كان يعتمد عليه وهو الكتاب. كما إذا احتج أصحابنا على افتقار النكاح إلى ولي بقوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، الحديث وقد سبق أن الحنفية لا يشترطون الولاية في النكاح، ويرون أنها زيادة على النص، وأن الزيادة على النص نسخ، وأن النص متواتر وهو القرآن، وأن الزيادة عليه لا بد أن تكون بما هو مساوي له حتى يكون ذلك نسخا. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب. قال ابن جريج:
سألت عنه ابن شهاب حين لقيته فقال لا أعرفه. والراوي إذا أنكر ما روى لم يحتج به كالشهادة. بالنسبة لهذا الحديث هو من أحاديث الولي، وقد سبق أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 من أصحابه لا نكاح إلا بولي. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإنه رواه ابن جريج، هو عبد الملك بن جريج، عن سليمان بن موسى وهو معه في نفس الطبقة، عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو من صغار التابعين ومن أئمتهم. قال ابن جريج سألت عنه ابن شهاب حين لقيته، فقد روى ابن جريج هذا الحديث من قبل، فلما لقي من روى عنه شيخه وهو محمد بن مسلم بن شهاب سأله عنه، وذلك أن علو رتبة الإسناد مطلوب، فإذا سمعه منه لو حدثه به فسمعه منه فحدث به يكون ذلك من المزيد في متصل الأسانيد، لأنه رواه تارة بنزول وتارة بعلو. فقال لا أعرفه، فيكون ابن شهاب قد أنكر هذا الحديث المروي عنه. والراوي إذا أنكر ما روى لم يحتج به كالشهادة، معناه يكون كالشهادة، ورجوع الشاهد عن شهادته مبطل لها. والحكاية عن ابن جريج أخرجها أحمد في المسند، وكذلك البخاري في التاريخ الكبير وفي التاريخ الصغير أيضا، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم. ولكن أعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه. والجواب عند أصحابنا أن الأصل لم يصرح بتكذيب الفرع، فإذا روى عنه العدل وجب العمل بما روى. ومن هنا هو ذكر أنه لم يعرف الحديث، وليس معنى ذلك أنه كذب الراوي عنه، ولا يضر نسيان المروي عنه. وقد جرت عادة المحدثين بأن يروي الأصل عن الفرع عن الأصل نفسه إذا نسي الأصل. وهذه قصة حصلت لسهيل بن أبي صالح السمان، فقد حدث بحديث فنسيه، فكان يرويه عن ربيعة عن نفسه، فيقول حدثني ربيعة الرأي عن نفسي عن أبي، وذلك أنه حدث فنسي. وقد أفرد في ذلك الدارقطني وألف فيه كتابا مستقلا. من حدث فنسي. نعم، إذا صرح الأصل بتكذيب الفرع علمنا أن أحدهما كاذب، ولكن ذلك لا يقدح في رواية كل منهما في غير هذا الحديث لعدم تعين الكاذب منهما على ما تحقق في أصول الفقه. فإذا كذبه فقال كذب علي ولم يسمع مني هذا، أو لم أحدث به، أو لم أسمعه، أو لم أعلم به، أو لم أحدث به، فيكون حينئذ تكذيبا للراوي في ذلك الحديث، ولا يكون ذلك
طعنا في روايته في غير هذا الحديث، لكن يكون طعنا في روايته في هذا الحديث حينئذ. أما غير هذا الحديث فإن تكذيب الشيخ لتلميذه محتمل لكذب أحدهما ولا يتعين ذلك، فيحتاج في هذا إلى البحث والمتابعة. وإنما كان نسيان الأصل قادحا في شهادة الفرع في باب الشهادة لضيق باب الشهادة، فهذا فرق من الرواية والشهادة. فالشهادة يشترط لها التعدد، فإن الشاهد الواحد لا يحكم به، والرواية لا يشترط لها التعدد فيكفي راو واحد إذا كان ثقة. ولهذا فرق بين باب الشهادة وباب الرواية بأن النسيان نسيان الأصل يقدح في الشهادة لأنه رجوع عن شهادته، والشهادة بابها ضيق فقال لضيق باب الشهادة، ولذلك اعتبر فيها العدد فلا بد فيها من العدد والحرية والذكورة، وذلك في ما يتعلق بالدماء والأنساب ونحوها. أما الشهادة في الأموال فيمكن أن تشهد فيها امرأتان مقام رجل، لأن الله ذكر ذلك في الدين فقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ولم يعتبر شيء من ذلك في الرواية، فالرواية تصح عن المملوك وتصح عن الأنثى. والتحقيق فيه أن الأصول في الشهادة استناب الناقلين عنهم فيما يجب عليهم من أداء الشهادة عند القاضي، ومع الجهل بأصل الشهادة لا يمكنهم أن يستنيبوا غيرهم في الأداء، بخلاف الرواية فإن الراوي لم يستنبه المروي عنه فيما روى، وتمام هذا في الفقه. هذا وجه آخر للتعليل ولكنه غير بين، فإنه ذكر أن من الفرق بين الشهادة والرواية أن الشهادة على الشهادة إنما هي استنابة، ولكن ليس ذلك متعينا دائما، فقد يكون الإنسان سمع شخصا يشهد أن قال أشهد أن فلانا قتل فلانا، أو أن لفلان على فلان كذا، أو أشهد أن فلانا تزوج فلانة أو نحو ذلك، فيشهد به شاهد الثاني من غير أن يستشهده على ذلك، ومن غير أن يستنيبه في أداء الشهادة لدى القاضي. وهذا البحث هو الموجود في كتب الفقه وفي كتب القضاء بالخصوص فيما يسمى بالشهادة على الشهادة، بخلاف الراوي فإنه لم يستنبه أن يبلغ عنه هذا الحديث إلى تلامذته أو إلى من يحدثه. لهذا قال إن الأصول أي الشهود الأوائل الذين شهدوا القصة مباشرة في الشهادة استنابوا الناقلين عنهم، وهم الذين يشهدون على شهادتهم فيما يجب عليهم من أداء الشهادة، فإن أداء الشهادة واجب. الله تعالى يقول لا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وذلك بشروط معلومة معروفة. ولكن الواقع أن الشهود على الشهادة قد لا يكونون مستنابين من طرف الشهود الأصولي، بل قد يكون الشاهد الأول قد مات وقد سمعه عدول يشهد على كذا فنقلوا شهادته من غير أن يستنيبهم ومن غير أن يجب عليه هو الأداء لدى القاضي، لأن من مات لا يجب عليه شيء. ومع الجهل بأصل الشهادة لا يمكنهم أن يستنيبوا غيرهم، لأن الشهادة من شرطها العلم، وقد قال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قد أخرج البيهقي من حديث ابن عباس بإسناد فيه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترى الشمس إذا طلعت؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. الشهادة لا بد أن تكون على معلوم محقق. بخلاف الرواية فإن الراوي لم يستنبه المروي عنه
فيما روى، إلا إذا كان قد استنابه فقال له بلغ أهل البلد الفلاني أو بلغ فلانا عني بهذا الحديث، فيكون ذلك من قبيل الوصية، وهي وجه من وجوه التلقي. فوجوه التحمل عند أهل الحديث ثمانية، هي السماع من لفظ الشيخ، والقراءة على الشيخ، والإجازة بمختلف درجاتها، والمناولة، والوصية يوصله بالكتاب، والكتابة، والإعلام، والوجادة. فهذه ثمانية أنواع، هي أنواع التحمل. فإن الراوي لم يستنبه المروي عنه فيما روى، وتمام هذا في الفقه، فإن الفقهاء يدرسون هذا في ما يتعلق بالشهادة على الشهادة، وهذا المقصود بتمامه. ومن ذلك من فرد العدل بالزيادة، وكان قد روى الحديث جماعة ولم يذكروا تلك الزيادة، مثل ما احتج أصحابنا على أن زكاة الحرث يعتبر فيها النصاب بخمسة أوسق، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. فاشتراط النصاب في الزكاة، في زكاة الزروع والحبوب والثمار، أن تبلغ نصابا، هذا مذهب جمهور العلماء. ورأى بعض الناس أنه لا يشترط لذلك بلوغ النصاب، وقد روي ذلك عن أبي حنيفة أنه لم يشترط النصاب، فأوجب الزكاة في قليل الحرث وكثيره. وهذا في الأصل قول عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وإبراهيم التيمي، أقصد إبراهيم النخعي، وهو مخالف لعدد من الأحاديث، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث تشترط النصاب، وكما أن النصاب مشترط في زكاة الأنعام فكذلك يشترط في زكاة الحرث، كذلك في زكاة التجارة. فيقول أصحاب أبي حنيفة، والمقصود الذين يتقيدون بقول أبي حنيفة نفسه، لأن أبا يوسف موافق للجمهور في اشتراط النصاب، هذه الزيادة لم تثبت في الحديث. فإن الجماعة الذين رووا هذا الحديث كلهم لم يذكروا هذه الزيادة، لم يذكروها، فأوجب ذلك ريبة في راويها. والجواب عندنا أن الزيادة لم تقطع الجماعة بعدمها، فلم تتعارض روايتهم ورواية من زاد، وهي علم زائد على ما لدى من لم يرويها. وعدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه، فهم لم يعلموا هذه الزيادة، وليس ذلك إنكارا منهم لوجودها، فالعدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه. فالجماعة لم تقطع نعم. والجواب عندنا أن الزيادة ما لم تقطع الجماعة بعدمها لم تتعارض روايتهم ورواية من زاد، وإنما يمكن القطع إذا اتحد المجلس وكانوا جميعا، بحيث لا يغيب عنهم شيء يمكن أن يسمعه بعضهم دون بعض يسمعه غيرهم. وعلى هذا لا ريبة في الحديث، الحديث حينئذ لا ريبة فيه. وعموما ما ينفرد به الرواة ينظر إليه من جهتين، إما من جهة الرواة أنفسهم، فإن انفرد ثقة بحديث فلينظر إلى بعد ذلك إلى المتن، فإن كان المتن معارضا لما رواه من هو أوثق منه أو أكثر عددا ومناف له، هذا مثبت وهذا ناف، فهذا الذي رواية الفرد تسمى الشاذة، هذه الرواية شاذة.
أما إن كان فرد به ثقة وعارضه ثقة آخر مساو له فلا يكون ذلك شذوذا، وأما من فرد به غير ثقة فهذا الذي يسمى بالمنكر، إذا فرد به غير الثقة وخالفه ثقة أو أكثر، خالفه من هو أوثق منه أو أكثر، فحينئذ يسمى هذا الحديث منكرا. وأما الاعتراض المطلق في العدالة وهو لا يتعلق بهذا الحديث بالحديث نفسه، وإنما يتعلق بالراوي نفسه، هو أن يبين في الراوي أو أن يبين في الراوي أنه كذاب أو متروك الحديث، فإذا طعن في الراوي نفسه طعنا مطلقا لا يتعلق بهذا الحديث بخصوصه فهذا هو الطعن المطلق في الراوي، كما احتج أصحابنا على عدم مشروعية جلسة الاستراحة بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه، فبالنسبة لجلسة الاستراحة هي جلوس الأوتار، وهي أن يجلس الإنسان بعد الركعة الأولى جلوسا خفيفا ليقوم منه، ليقوم من جلوس بدل أن يقوم من سجود، وكذلك في الركعة الثالثة فيقوم يجلس من سجود ثم يقوم من جلوس، وهي جلسة خفيفة، والشافعية يرون أنها من سنن الصلاة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في آخر عمره، وذلك بعد أن كان يجد ألما في ظهره، والذين صحبوه في صدر الإسلام قبل نزول قبل فرض الصلاة ولازموه لم يروى عن أحد منهم أنه جلس هذه الجلسة الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين، وكذلك أيضا كثير من الأنصار لم يروى عنهم هذا، وقد رويت هذه الجلسة عن عدد من الصحابة منهم أبو حميد الساعدي الأنصاري ومنهم مالك بن الحويرث وغيرهما. وعن أحمد رواية كمذهب الشافعية أيضا، ولكن جمهور العلماء على عدم مشروعيتها، وسيأتينا البحث في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر تقسيمها، ومنها ما تردد بين الجبلة والتشريع كهذه الجلسة. فالحنفية هنا أقصد الشافعية هنا يطعنون في هذا الحديث، فلذلك قال فيقول أصحاب الشافعي أي وأصحاب الآخذون بالرواية الثانية عن أحمد، فكل هؤلاء يطعنون في هذا الحديث. فيقولون هذا الحديث يرويه خالد بن إلياس، وخالد بن إلياس هو أبو الهيثم، وهو متكلم فيه، فهو متروك، وقد اتفق الأئمة على ضعفه.
فيقول أصحاب الشافعية هذا الحديث ويرويه خالد بن إلياس بإسناده عن أبي هريرة، وخالد متروك عند أهل الحديث. والجواب أن الحديث الذي احتججنا به لم نرويه من طريق خالد بن إلياس عن أبي هريرة، بل من طريق آخر، فقد رواه الأعمش بأسانيد عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم. فإذا كان للحديث مخرج من غير طريق المتكلم فيه، من غير طريق المجروح، فحينئذ لا يكون ذلك الطعن قادحا في الحديث في الاستدلال به. فإن تعين أن الحديث له ذلك الراوي ولم يروى عن غيره فلم يصح الاحتجاج به. إذا انفرد به راو ضعيف أو متروك فإنه حينئذ لا يصح الاحتجاج به، كما إذا كان مداره على ضعيف أو متروك، مثل ما احتج أصحاب أبي حنيفة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة والاستنشاق فريضتان في الغسل من الجنابة ثلاثة. وهذا الحديث أخرج أصله من غير لفظه الدارقطني في السنن وابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إسناده بركة بن محمد وهو كذاب كما صرح بذلك الزيلعي في نصب الراية وغيره. فيقول أصحابنا هذا الحديث لا يروى إلا من طريق بركة بن محمد، كذلك قال الدارقطني قد صرح بأن مداره عليه، قال: وكان يضع الحديث، فهو بهذا انفرد به وضاع كذاب فلا اعتبار له. وعموما بالنسبة للمضمضة والاستنشاق اختلف في حكمهما، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الوضوء: فاغسلوا وجوهكم، والوجه ما يواجهك عند مواجهة إنسان أيا كان. طولا من منابت الشعر إلى الذقن أو إلى نهاية اللحية في حق من له لحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن أو من العذار إلى العذار، ويدخل في ذلك ما بين هذه الحدود. واتفق على أنه لا يجب غسل داخل العينين خلافا لابن عمر، واختلف في غسل داخل الأنف وداخل الفم. أما داخل الأنف فقد جاء فيها أحاديث تدل على وجوب ذلك، منها حديث من توضأ فليستنشق، وكذلك فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. والمضمضة لم يأتي فيها ما يدل على الوجوب مما هو صحيح، وأيضا الفرق بينها وبين الاستنشاق بين غسل داخل الأنف أن الفم له سداد وهو الشفتان، فقد ترى وجه إنسان ولا ترى ما داخل فمه، ولكنك ترى داخل أنفه لأن الأنف ليس له سداد، فيكون داخل الأنف من الوجه الذي يجب غسله بخلاف داخل الفم. ومن العلم من فصل بين الوضوء فلم يجب فيه المضمضة والاستنشاق بل سنهما، هذا مذهب الجمهور. ورأى الحنفية وجوبهما في الغسل من الجنابة خاصة. ومن ذلك أن يقدح في دينه مطلقا، أن يقدح في دين الراوي كالطعن في عقيدته أو في السلامة دينه، نسأل الله السلامة والعافية، مثل ما يحتج أصحابنا على سقوط قراءة الفاتحة وغيرها عن المأموم بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له قراءة،
وهذا الحديث أخرجه أحمد بن ماجه والطحاوي والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وقد حسنه عدد من أهل العلم. وذكر الزيلعي أن له طرقا أخرى، وهي وإن كانت مدخولة لكن يشد بعضها بعضا، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فيقول أصحاب الشافعي: هذا الحديث يرويه جابر الجعفي، وكان يقول بالرجعة فلا يحتج به. كان يقول بالرجعة أي بمذهب الشيعة الإمامية الذين يرون أن أصحاب القبور يرجعون إلى الدنيا أحياء، وذلك من ضلالاتهم البينة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فمن رأى رجعة الأموات إلى الحياة قبل البعث فهو ضال مخالف للقرآن. ويقول بهذا الإمامية، وشابر الجعفي متهم بهذا المذهب، فلا يحتج بحديثه. والجواب عند أصحابنا أننا نروي هذا الحديث من غير طريق جابر الجعفي، وهو طريق أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله. وإذا وجد له سند آخر غير السند الذي فيه مطعون في دينه أو في عقيدته، فإن ذلك يقتضي زوال القدح. ومن ذلك الجهل بعدالة الراوي، وهو أن يكون الراوي مجهولا. وهذا الجهل إما أن يكون جهلا بعينه، وإما أن يكون جهلا بحاله. فإن كان جهلا بحاله، أي لا تعرف عدالته من عدمها، فهذا الذي بدأ به، مثل ما إذا احتج أصحابنا في أحد قولي المدونة على جواز استقبال القبلة في من إذا كان الإنسان بينه وبينها ساتر، ف ولو كان مكشوف العورة، وكذلك جواز استقبالها بالبول أو الغائط إذا كان الإنسان في ساتر. الساتر مثل ما إذا كان في خلاء مبني أو بينه وبينها شجرة أو جدار أو نحو ذلك. فهذا الساتر الذي إذا وجد جاز استقبال القبلة بالبول والغائط والوطئ وكشف العورة، استدل فيه المالكية من غير ضرورة مما روى خالد بن أبي الصلت بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بخروجهم، فقال: استقبلوا بمقعدة قبلة. وهو خاص بالبنيان، البنيان هو الساتر، أن يكون ذلك في البنيان أي في الساتر. فيقول: من خالف من أصحابنا، وهذا القول الثاني من قولي المدونة وغيرهم، أي من الفقهاء إلى آخرين من فقهاء المذاهب، خالد بن أبي الصلت قال فيه أبو ثور إنه مجهول، والمجهول عندنا لا يحتج به. والجواب عند أصحابنا أن نبين أنه معروف الحال ثقة، فإن الثقات الذين لا يرون إلا عن عدل قد رووا عنه، كمبارك بن فضالة وواصل مولى أبي عيينة وغيرهم. فرواية العدول عن شخص
إذا تكررت، فإن ذلك يزيل عنه جهالة الحال. وهذه المسألة محل خلاف لدى أهل الحديث، فإخراج مؤلف لراو لا تقتضي تعديله في كل ما روى، لكن تقتضي تعديله في ذلك الحديث بعينه. فإن أمكن رواية الخبر عن رجل آخر معروف فلأصحابنا أن يجيبوا بذلك، وحينئذ تزول العلة، لأن العلة إنما كانت عند أن يكون مدار الحديث على هذا المجهول. أما إذا كان له راوي معلوم وكان ثقة فإن هذه العلة تزول. واعلم أن المجهول الحالي قد اختلف أهل الأصول في قبول روايته، والمسألة مشروحة في علم الأصول وكذلك في علم المصطلح. فمن انفرد عنه راوي واحد، وكذلك المبهم، فإن جمهور أهل الحديث لا يرون صحة الحديث الذي عن طريقه. وأما مجهول الحال فإن ابن حبان يرى أن كل من اشتغل بعلم الحديث في الأصل ولم يروى فيه جرح فإنه يكون على الأصل وهو العدالة. ورأى بعضهم هذا تساهلا، وبعضهم ليس لم يرى ذلك. ثم قال: الكلام في الضبط. قد ذكرنا أنه يشترط للراوي الذي يقبل خبره أن يكون عدلا ضابطا، وتكلمنا في العدالة، والآن نصل إلى الشرط الثاني وهو الضبط، ومعناه حفظ الكلام والعناية به وإتقان ذلك. قال: والاعتراض عليه بأمرين، أحدهما أن يذكر المعترض أن الراوي كثير السهو والغفلة، كما إذا احتج أصحابنا المغربيون، وهذه مدرسة من مدارس المذهب المالكي، وهي أربعة مدارس: المدرسة الحجازية في المدينة، والمدرسة العراقية في بغداد، والمدرسة المصرية التي كانت في مصر، والمدرسة المغربية، وهذه تشمل بلدان المغرب كلها إلى الأندلس. إذا احتج أصحابنا المغربيون على ما رواه ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتقي من أشهر أصحاب مالك، من أن رفع اليدين في الصلاة ليس إلا عند افتتاحها فقط، وهذا أيضا مذهب الحنفية، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود، وهذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن وغيره. فيقول المخالف من الشافعية وكذلك الحنابلة ومن أصحابنا المشارقة أيضا: هذا يرويه يزيد بن أبي زياد، وقال فيه أئمة الحديث إنه قد ساء حفظه واختلط ذهنه في آخر عمره. ومسلم في مقدمة الصحيح ذكر أن جملة الصحيح لا توجد لدى مالك والأئمة الكبار، فلذلك احتاج أن ينزل إلى أمثال يزيد بن أبي زياد، وهو يسمى يزيد بن زياد في بعض الأحيان وفي بعضها يزيد بن أبي زياد. ولذلك قال العراقي في الألفية: وقال جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. وقد روى عنه سفيان بن عيينة بمكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند الركوع. قال سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود، فظننت أنهم لقنوه. فهذا ظن سفيان أنهم لقنوه ذلك. والجواب عند أصحابنا
أن لم نروي هذا الحديث من طريق يزيد بن أبي زياد، بل نروي هذا الحديث من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن علي بن أبي طالب. وحينئذ ينتفي الطعن برواية يزيد بن أبي زياد. الثاني أن يكون الراوي ممن يزيد برأيه في الحديث حتى لا يعلم ما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من زيادته هو. فبعض المحدثين يدرج في الحديث شرحا من عنده هو وليس من أصل الحديث المسموع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر ذلك من الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى سيأتينا أنها مختلف فيها. فلا شك أن رواية أحاديث التعبدات كالتعوذات والتشهد ونحو ذلك هذه لا تروى بالمعنى لأنها يتعبد بلفظها، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء في حديث النوم: لا وبنبيك الذي أرسلت. لما قال البراء: وبرسولك الذي أرسلت، قال: لا وبنبيك الذي أرسلت. وكذلك جوامع الكلم التي فيها إعجاز فإنها من خصائص النبوة، ولذلك لا تجوز روايتها بالمعنى. وما سوى ذلك فيه خلاف، فقيل لا تجوز روايته بالمعنى إلا لمن نسي اللفظ وذكر المعنى، وقيل بل لمن ذكر حتى يعرف الشرح تماما. وعموما فيه خلاف كثير. رواية الحديث بالمعنى اختلف فيها كثير من أكابر السلف، فذهبت لمنعه منهم زمر موافق وعبد الإله بن عمر. والحق أن العار كل العار في تبديل لفظه لغير العار في. ولذلك قال محمد مولود رحمة الله عليه: راوي أحاديث جوامع الكلمة أو التعبد بمعناها أثم في الغير للداري بمدلولات للفاظ أن يروي بالمعنى. ومذهب مالك والبخاري جواز الرواية بالمعنى إذا كانت لا تغيره. والسيوطي رحمه الله يقول في الكوكب: وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر. فكل ذلك من بحث الأصوليين في هذا. قال: ومثاله ما احتج به أصحاب أبي حنيفة على أن راتبة الظهر قبلها 4 ركعات لا يفصل بينها بسلام، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر ويقول: 4 ركعات قبل الظهر لا يفصل بينهن بسلام تفتح لهن أبواب السماء. وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه في سننهما، وكذلك ابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى. وهذا الحديث يعترض عليه المعترضون فيقول: أصحابنا أي المالكية وأصحاب الشافعي هذا يرويه عبيدة بن المعتب الضبي، وقد قال له يوسف بن خالد هذا الحديث الذي ترويه أكله سمعته أو بعضه؟ فقال: بل بعضه سمعته وبعضه أقيس عليه. فقال: اروي لنا ما سمعت ودع ما قست، فأنا أعلم بالقياس منك. وهنا أقر الراوي بأنه يشرح فيدرج شرحه هو في الحديث، سمى ذلك قياسا. ومن كان هذا شأنه فلا يستدل بروايته لاحتمال أن يكون من رأيه. والجواب عند الحنفية أن الحديث فيه تصريح بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب قال: قلت يا رسول الله أنسلم فيهن؟ قال: لا. ومع هذا التصريح لا يحتمل أن يكون رأيا، فتعين أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشرط بعد العدالة والضبط في الراوي
فيشترط أن يكون الإسناد متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البحث في هذا الشرط، فقال: أعلم أن القادح في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم إما انقطاع السند، وهو أي تعريف انقطاع السند أن يكون بين الراويين واسطة محذوفة، وإما الإرسال وهو أن يروي غير الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعين الصحابي الذي تلقاه منه، وإما الوقف وهو لا ينتهي بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة قوادح. هذه القوادح ليست محيطة بكل أنواع الانقطاع، فهي أكثر من ذلك، لأن الانقطاع إذا كان من أول الإسناد كما إذا حدث عن شيخ شيخه أو إلى منتهاه إلى الصحابي فيكون هذا معلقا، هذا الذي يسمى بالتعليق. وإن كان سقط منه اثنان على التوالي فهذا المعضل، وإن كان سقط منه واحد أو أكثر لكن لا على التوالي فهذا الذي يسمى بالمنقطع. وإن كان أرسل أي سقط منه الصحابي فرواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المرسل، وإن كان وقف على الصحابي كأنه من قوله فهذا الموقوف. فقال: القادح الأول الانقطاع، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الخائف من تلف أو حدوث مرض يتيمم بحديث عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله جل ثناؤه يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فيكون هذا إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص على اجتهاده. وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وعلقه البخاري في الصحيح، وأخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي، وله طرق متعددة، وقد صححه كثير من أهل العلم كالحافظ ابن حجر وكالشيخ الألباني من المتأخرين. فيقول أصحاب الشافعية: هذا منقطع، فإن راويه عبد الرحمن بن جبير وهو لم يسمع من عمرو بن العاص، وإذا كان منقطعا فلا يحتج به، لا يحتج به. والجواب عند أصحابنا أنه متصل بواسطة أبي قيس مولى عمرو بن العاص، فإن عبد الرحمن سمعه من أبي قيس، وأبو قيس سمعه من عمرو بن العاص، وحينئذ تنتفي علة الانقطاع. وقد تتعلق هذه المسألة بمسألة رواية المجهول العدالة، فإنها لا تقبل عند أصحابنا وتقبل عند أصحاب أبي حنيفة، فإن غاية أمر الراوي المحذوف أن يكون مجهول الحال، وذلك يشمل الاستدلال بالمرسل، فمراسيل الصحابة إذا أرسلها الصحابة الكرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة قطعا، كمراسيل ابن عباس، فابن عباس يحدث عن كثير من الأمور التي كانت قبل الهجرة وفي أول الهجرة، ومن المعلوم أنه لم يهاجر به أهله إلا في العام الثامن من الهجرة، فما حدث به من ما قبل ذلك كله من المراسيل سمعه ابن عباس إما من النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث عنه أو من أحد من الصحابة، وهذا أكثر روايته له عن الصحابة، وحينئذ يكون هذا من مراسيل الصحابة وهي حجة. أما مراسيل من دونهم من التابعين فإن كان التابعي لا يروي إلا عن الصحابة الكرام وجهلنا الصحابية فقط، أو صرح بأنه رواه عن صحابي قال عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون كذلك مما يحتج به. أما إذا أرسله التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو قضى كذا أو فعل كذا، فينظر إلى حاله هو، فإن كان من صغار التابعين فمراسيلهم غير مقبولة عند الجمهور، وعند أبي حنيفة يحتج بها، وعند الشافعي يختص قبول المرسل بالتابعين الكبار وبالمشهورين بالإتقان والحفظ. ثم قال القادح الثاني الإرسال. القادح الثاني المتعلق بالاتصال هو الإرسال، نقف عليه إذن، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، أن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.